يعني بالغربة أنا تعرفت على ناس كتير من جنسيات مختلفة، عربية وأجنبية، بس أهضم وألطف وأزوأ من الرجل السوري بمعاملة زوجته أنا ما شفت. يعني في قمة الغضب والتعصيب والزعل هيك جأرة بسيطة، يعني جأرة بسيطة بيقلا بيستأذنها، قوم إلعن أبو النفضك بقتله. هي هون مع وقت تفكر اليوم بكرة بعد بكرة، بيعطيها وقتها. زلمي مزوي ولك دخيل الله السوري أنا إذا في أهضم منه، لك تشكل قاسي.